أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا متابعي الطقس العرب في السعودية. توقعات الجوية نهار اليوم للعاصمة الرياض، طقس مستقر لكن غائم جزء بغيوم عالية 18 درجة مئوية، الملموسة 17 والرطوبة مرتفعة، والرياح تكون جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لنهار اليوم في المنطقة الشمالية: سكاكا 18 إلى 5، عرعر 17 إلى 2، تبوك 20 إلى 8 درجات مئوية. المنطقة الغربية: المدينة المنورة رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار 24 إلى 14، جدة 31 إلى 21، ومكة المكرمة 30 إلى 19، والطائف زخات رعدية من الأمطار 16 إلى 6 درجات مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية: زخات رعدية من الأمطار في كل من أبها والباحة، الباحة 10 إلى 6، أبها 16 إلى 5، وجازان 28 إلى 24 درجة مئوية. المنطقة الشرقية: الإحساء 22 إلى 10، حفر الباطن 18 إلى 5، الدمام 23 إلى 11 مع طقس غائم جزئي. أخيرا المنطقة الوسطى العاصمة الرياض: طقس غائم جزئي 18 إلى 9، بريدة 18 إلى 8، وحائل زخات من الأمطار 17 إلى 4 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، نهار سعيد نتمنى للجميع وإلى اللقاء.